يا أصدقائي، مرحبا بكم معي في فيديو جديد مع ياسين. آسف على الغياب الطويل، لقد كنت أعد لكم الجزء الثاني من الدرس السابق وهو اسم فاعل والاسم مفعول. في الجزء الأول يا أصدقاء قمنا بالاسم فاعل والاسم مفعول للأفعال السالمة والمهموزة، لكن لم نقم بالمضاعفة والمعتلة، لذلك سنقوم بها في هذا الفيديو إن شاء الله. ولنبدأ، لكن قبل أن تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة والضغط على الجرس ومشاركة الفيديو ليستفيد منه الكثيرون. لنبدأ الآن. أول المضاعف، لنبتدئ بالمضاعف. المضاعف معروف أن المضاعف فهو فيه حرف شدة، الشدة أو حرف تشكيل التضعيف. إذن ماذا سنفعل في ذلك الفعل؟ بسيطة، نحن سنقوم بتصريفه على وزن فاعل مادة. إذن ميم واحد الحرف الأول، الألف الاثنان، والدال مضاعفة ثلاثة أربعة من على وزن فاعل. فاعل في أربعة حروف، إذن مادة في أربعة حروف. لكن في الاسم مفعول نقوم بفصل الحرف المضاعف ليصبح لنا حرفان غير مضاعفين، مثلا ماد ممدود، أصبح لدينا دالان بدل دال واحدة مضاعفة، لذلك هكذا قمنا بها. إذن ماد ممدود، جار مجرور، ونستمر. لذلك لننتقل إلى أول نوع في المعتل يا أصدقاء. يا أصدقاء، لقد النوع الأول هو المثال. المثال سهل جدا. المثال يا أصدقاء فهو أسهل نوع في الأفعال المعتلة، لأنه فقط يبتدئ بحرف إلا. مثلا وجد واجد موجود، انتهينا. وجد واجد موجود، يئس ميؤوس، وعد واعد موعود، ونستمر. ننتقل إلى النوع الثاني وهو الأجوف. الأجوف وهو ما وسطه حرف إلا، أو لنقول الألف للتسهيل. الآن لنقول قال، كيف سنقول فيها في فعل في اسم فاعل؟ سنقول قالوا، خطأ، سنقول قائل، سنزيد حرف همزة بعد الألف في كل الأفعال، في كل الأفعال، ليس في كلها، هناك سنصل إلى الموضوع الآخر إن شاء الله، لكن نزيد حرف الألف. قال قائل، ولك ومثلا باع بائع. لكن هناك نوعان في الاسم مفعول، هناك نوعان من الافعال المجوفه، هناك نوعان من الافعال المجوفه عندما نصرفه في اسم فاعل. هناك في الاسم مفعول، هناك النوع الاول وهو عندما نصرفه الى مضارع نستبدل الالف بواو، مثلا قال يقول. والنوع الثاني هو ما نستبدل به الألف بيا، باع يبيع، وهذه الأنواع ما علاقتها بالاسم المفعول؟ سنقول ذلك يا أصدقاء، لأننا في الاسم المفعول لدينا وزنان، وزن مفعول ووزن مفعل. إذا ما ينتهي بيا مثلا باع، قلنا يبيع، يعني استبدلنا الألف بياء، ينطبق ذلك على وزن مفعل. إذا سنقول مبيع، هذا هو الاسم مفعول للنوع التالي للياء. لكن الذي نستبدل به الألف بواو، يقول مثلا قال يقول، سنقول على وزن مفعول مقول. إذا انتهينا من الأجوبة. لا، مهلا، هناك ثلاث أفعال لا تنطبق عليها هذه الوضعية، وهذه الأفعال هي الأفعال ثلاثة تنتهي بهمزة، وهي من النوع الأجوف، وهي جاء شاء ساء. هذه ثلاث أفعال لا تنطبق عليها القواعد التي قلناها الآن، لا في الاسم فاعل والاسم مفعول، فهي لأن عندما نصرفها إلى اسم فاعل فهو يصبح لدينا اسم منقوص. سنشرح لكم اسم ناقص، اسم منقوص. اذا ساشرح لكم كيف. مثلا فعل جاء، هل سنقول جائع؟ خطا، سنقول جاء. جاء فيها ثلاث حروف، وفاعل فيها اربعه، كيف؟ ساقول لكم. في قاعده الاسم منقوص اننا عندما نعرف مثلا
الاسم منقوص، عندما نزيد الألف واللام نزيد حرفا في آخر الكلمة. لنطبق القاعدة على جائم، جائم، جاء، جائم. عندما نزيد الألف واللام ستصبح الجائي، إذا الجائي على وزن الفاعل، لذلك انتهينا. حتى مع الفعلين البقيين ساء وشاء، ساء السائي، ساء سائل السائي، وشاء شائل الشائي. لكن في الاسم مفعول يا أصدقاء على وزن مفعل، جاء جائن مجيء، وساء سائن مسيء، وشاء شائن مشي. إذن وهكذا انتهينا من أجوف كليا. ننتقل إلى آخر نوعين، وآخر نوعين ينتهيان بحرف إلا، وهما اللفيف وأيضا ال حسن سأقول اللفيف والناقص. حسنا، اللفيف والناقص. إذا هذان هما أيضا مثل قريبين إلى 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 ثلاث الأفعال، جاء وساء وشاء، لأنهما في الاسم فاعل نقول كوا كاوين، لأن كل الأفعال، كل الأفعال التي تنتهي بحرف إلا كلها تكون عبارة عن أسماء ناقصة إذا صرفناها، إذا صرفناها في الاسم فاعل. لأننا سنقول ساء كوا كوا مثلا كوا كاوين الكاوي، هكذا قضى قاض القاضي، دنا دائن الداني. إذا هكذا. لكن في الاسم مفعول ماذا سنقول؟ إذا نفس، إذا ماذا سنقول؟ سنقول على وزن مفعل، 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 لأننا سنقول كوا كاوين مكوي، مكوي، كوا كاوين مكوي. مثلا قضى قاض مقضي، رأى رائي مرئي، دعا دعا بألف ممدودة. إذا سنقول دعا داع مدعو، سنحولها إلى واو بدلا إلى الياء. إذا انتهينا من الدرس. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والإشتراك بالقناة تشجع لنا ونستمر ونشر المزيد إن شاء الله. ولا تنسوا مشاركة الفيديو مع أصدقائكم والضغط على الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله. ومع السلامة، وانتظروني في فيديو قادم إن شاء الله.